اسمك وجاي ليه النهارده؟ الجمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك عبد الرحمن الشامي. انا جاي من بورسعيد هنا في ميدان التحرير عشان مطالب عامه كلها. من ضمن المطالب العامه بنطالب الافراج عن المعتقلين والمساجين السياسيين. لحد دلوقتي موجودين بقالهم اكتر من 30 سنه و25 سنه. المفروض في اي ثوره على مدار الشعوب كلها اول مطالب اليوم بيفرجوا. احنا شفنا حتى في العصور البعيده لما اجى جمال عبد الناصر ولا السادات كان بيكسر الشاكوش بيهد السجون، ما شفناش الكلام ده خالص. وبنطالب القصاص للشهداء، لحد دلوقتي ما فيش حكم عادل. فاحنا بنطالب المساجين السياسيين عفو عام عن جميع المساجين السياسيين والمعتقلين السياسيين. بس وشكرا. اتفضل. عرف نفسك وجاي ليه؟ يلا بسرعه. اسمك ايه وجاي ليه؟ محمد السيد العربي. احنا جينا عشان نشارك مع اخواننا هنا في ميدان التحرير والنشد بالحريه والاستقلال، والنشد برضه كان بعض الشباب معانا هنا من الثوار لحد دلوقتي في المعتقلات والمعتقلين السياسيين، ولسه القمع الامني موجود ولحد دلوقتي بالنشد اللي هم المفروض يخرجوا. واخدنا وعود كثيره من المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ولحد دلوقتي ما فيش اي مطالب هنا اتحققت لافراج عن المعتقلين السياسيين، ما فيش اي حاجه منها لحد دلوقتي، مش عارفين لحد دلوقتي. هو بيقول افرج عن المعتقلين، تقصد الاحكام المحكوم عليهم سياسيا يعني؟ المحكوم عليهم سياسيا افرج على جزء منهم ولسه الجزء الثاني، وهو وعد بعض الناس اللي هو يخرج ان شاء الله عنهم قريب، والكلام ده كان في شهر 5 ولحد دلوقتي ما فيش اي حاجه اتحققت منها. وكان في بعض القضايا اتعملت من بعض الاخوه لما طلعوا من المعتقل، وسائل التعذيب اللي حصلت بينهم وتاثروا بيهم، وقال ان شاء الله هنحاسب الضباط ديت، ورفعنا قواضي ومشينا مع العرف اللي هم طلبوا مننا اللي احنا نعمله. ما فيش اي حاجه منها اتحققت لحد دلوقتي برضه، ولا ظابط منهم حتى اتجاب ولا اتحقق، ولسه موجودين في القيادات والاماكن اللي هم شغالين فيها. شكرا. عرف نفسك. اتفضل. معلش يا عم. اتفضل. خليفه عبد العظيم. احنا جايين عشان خاطر موضوع الاحكام العسكريه، لسه لغايه دلوقتي ما حققش من اي حاجه، ولسه لغايه الان بيحاكموا محاكمه عسكريه. الشيخ محمد الظواهري والشيخ مرجان دلوقتي بيحاكموا محاكمه عسكريه، ليه قعدت محاكمه عسكريه ثانيه؟ يعني المفترض ان الموضوع المحاكمه العسكريه انتهت، ووعدنا المجلس العسكري ما نفذش مطالب خالص لغايه دلوقتي، يعتبر ما عملوش اي حاجه، ما فيش اي حاجه غير حسن مبارك بس. فاحنا بنطالب بالافراج عن السياسيين المحتجزين كلهم، والاحكام كلها اللي موجوده في السجون مصر كلها. في نظام عادي حسن مبارك يعني. بالظبط حسن مبارك، وحتى يعني المفترض يتعاد محاكمته، اللي عايزين يحاكموا محاكمه مدنيه مش محاكمه عسكريه زي ما بيطالبوا المجلس العسكري، ووعد بكده ولا منافس اي حاجه لغايه دلوقتي. شكرا.